صباح الفل على احلى متابعين في الدنيا. النهارده هيبقى يوم في الريد سكوير، في قلب الريد سكوير. هنقضي اليوم كله سوا الصبح وهنشوف النايت لايف كمان. بس وطلعنا على الشارع. النهارده بقى هيبقى يوم فيه شويه ورق، وفي اخر اليوم هطلع على الريد سكوير. النهارده عندي كشف طبي، دي حاجه من قريب مطلوبه برضو، هروح اعمل كشف طبي. و نفسي والله ان كنت اصور جوه، يعني نفسي لو المكان يعني ينفع ان اصور فيه جوه هحاول اصور المكان واوريكم الدنيا هتبقى عامله ازاي جوه المكاتب الصحيه هنا يعني. بس يعني عادة الحاجات الحكومية دي هما ما بيقولوش لأ، يعني مش مفيش قانون يمنع التصوير ولا حاجة، بس بيبقى المكان يعني مش مستحمل ان امشي فيه بكاميرا وكده، يعني مش مبيبقاش الموضوع لذيذ يعني. بالمناسبة يا جدعان، انا يعني كان نفسي جدا ان اصور كل حاجة بتحصل، يعني مثلا فكرة الفلوج نفسه ان اصور اليوم كله، اصور الاحداث اللي انا بعملها في اليوم من اوله لاخره، من اول ما انا في البيت لغايه ما رحت المكان الفلاني عملت كذا وخلصت كذا. بس ساعات بيبقى الواحد يعني مشغول شويه، بيبقى الورق يعني في حاجات مهمه، في حاجات بتعصلك في النص، فبيبقى يعني مفيش مزاج او الواحد مبيبقاش رايق كفايه انه بقى ايه يقول خلاص انا امسك الكاميرا واصور ويعني اخد وقت للتصوير واركز في الفيو بتاع الكاميرا وكده، يعني ببقى مركز اكتر في اني عايز اخلص الورق. انا عموما لغايه دلوقتي انا خلصت الريجستريشن وترجمت ورقي، تابع الفلوجات، في بلاي ليست للفلوجز هتلاقي فيه اللي هو الريجستريشن والاحوال المدنيه، وفي فلوج اللي هو بتاع ترجمه الورق ده انا صورت فيه المكان وصورت الترجمه المكتب واللي حصل جوه المكتب، يعني دي حاجة يعني صورت اللي حصل بالظبط. لكن مثلا يوم زي النهاردة حوار الكشف الصحي ده، الكشف الطبي ده قصدي، ما اظنش انها يعني هصور جوه ايه، يعني الموضوع هيبقى صعب شوية. هو ده المكان اللي هعمل فيه الكشف الطبي، هو المكان ده وفي جنبه المحل الصغير ده مكتوب عليه توباك، يعني ده محل سجاير، فهم فاتحين محل سجاير جنب الايه، جايين بالكشف الطبي. لا الناس دي بتعرف تدور فلوسها صح يا جدعان يعني. يلا انا كده خلاص خلصت الكشف الطبي، ما عندنا بقى من الحوار ده خلص، نطلع بقى على الريد سكوير. هو دلوقتي الساعه 3، فدلوقتي الريد سكوير هتشوفه يعني يعتبر الصبح، وهنا من الجو النهارده مش شمس قوي بس يعني الدنيا منوره يعني. في يوم تاني خدت فيه كام شوت كده كان لذيذ بالليل، فهنشوف الريد سكوير الصبح والدنيا بتبقى بالليل عامله ازاي.